انطلقت فعاليات النسخة الأولى من مهرجان عيون المقفى للثقافة والسياحة بمدينة العيون عاصمة الحوض الغربي. فريق من الساحل يرصد فعاليات انطلاق المهرجان في يومه الأول. حي العيون وقل لها القلب لم ينس حبك لم ينس عهدك هكذا الحب. هكذا الحب وهكذا انطلقت النسخة الأولى من مهرجان عيون المقفى للثقافة والسياحة هنا في باحة دار الشباب القديمة بمدينة العيون. تعانق الشعر الأصيل مع الفن الجميل وتجسدت بهذا العناق لوحة فريدة في أحضان عروس مدائن الشرق الموريتاني. شهدت السهرة الأولى حضورا جماهيريا غفيرا حيث تنادت إلى الحدث الثقافي الكبير جموع من مختلف مناطق ولاية الحوض الغربي فضلا عن الحضور الرسمي الذي تمثل في بعض المنتخبين المحليين والسلطات الإدارية والأمنية. رئيس المهرجان سيد أحمد العبد الله ألقى الكلمة الافتتاحية مذمنا تفاعل سكان ولاية الحوض الغربي مع النسخة الأولى من مهرجان عيون المقفى للثقافة والسياحة. أيها السادة والسيدات، ظلت ولاية الحوض الغربي وعاصمة العيون تتصدر المشهد الثقافي في البلاد، وكانت في طليعة المدن التي تصنع الأحداث الوطنية المهمة والتي كان لها كبير الأثر في تاريخ الثقافي والسياسي والاجتماعي للبلد. وها نحن اليوم معشر الشباب آخذين بنصائح كبرائنا ومثقفينا نعمل بجد وإخلاص كي تستعيد مدينة العيون ذلك الدور الريادي. عروس الشرق. تخللت السهرة الأولى مداخلات شعرية أبرزت المخزون الأدبي الثر لولاية الحوض الغربي إضافة إلى أدوار موسيقية لفنانين كبار مثل عليا من تعمر تشيت وميدة والدندني والنانة من الشيخ أحمد. وألهب هؤلاء الفنانون حماس الجماهير من خلال أدائهم المتميز. عمدة بلدية العيون أعمر المحمد سيدي شكر المنظمين للمهرجان معبرا عن ارتياحه للأجواء التي انطلقت فيها النسخة الأولى. ويسعى المنظمون لمهرجان عيون المقفى إلى إبراز الخصوصيات الثقافية والسياحية الكبيرة لمدينة العيون. من خلال مهرجان عيون المقفى الثقافي والسياحي، وهي مبادرة جادة لبلبرة وعي جمعوي يعكس الولاية هوية وإبداعا تعبيرا عن الأعراف والتقاليد وإبرازاً لمقومات الولاية وخصائصها السياحية، متخذين من مهرجان عيون المقفى فضاءً وتجسيداً للسياسة الوطنية الهادفة إلى النهوض بهذا المقوم الحضاري، إبرازاً له وحفاظاً على الذات ومقاومة للمد الثقافي العولمي الذي يلغي الآخر ويجسد الثقافة المنفردة. ويسعى المنظمون لمهرجان عيون المقفى إلى إبراز الخصوصيات الثقافية والسياحية الكبيرة لمدينة العيون من خلال تنظيم موسم ثقافي من كل سنة. يذكر أن اليوم الأول من المهرجان شهد تقديم عروض مسرحية ومسابقات في مجال كرة القدم والرماية التقليدية إضافة إلى محاضرات فكرية وثقافية تناولت أهمية الوحدة الوطنية ومميزات أدب الحوض الغربي فضلا عن نشاطات أخرى ذات أهمية كبيرة. أبو بكر دهماش، الساحل تي في، العيون.